قام اليوم وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد بزيارة إلى مستشفى الاستعجالات الجديد بزيرالدا، أين تفقد الرتوشات الأخيرة حيث بلغت 90% من نسبة الأشغال، كما وجه تعليمات باستحداث مستشفيات مخصصة للاستعجالات. بالنسبة لهذا المستشفى، هذا مستشفى الاستعجالات من أكبر المستشفيات، وهذا غرب الجزائر وعندنا شرق الجزائر. المستشفى هذا 120 سرير، فيه الاختصاصات المطلوبة في الاستعجالات، جراحة الأعصاب للنيوروشيولوجي، لا تروماتولوجي جراحة الارتضادات ولا جراحة الكسور وجراحة العظام، جراحة العامة هي جراحة البطن،